مرحبا بكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نتابع أخبار النادي الأهلي وفرق مختلفة. معانا هنا أبو القاسم مراسلتنا العزيزة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هنا صباح الخير عليك، سامعينك أنا وكريم، وعايزين نعرف برضو عودة تدريبات الأهلي منك بعد راحة 3 أيام وكمان مشاركة سلة الأهلي في البطولة العربية. تفضل يا هنا. يا صباح الخير عليكم يا نهواندو ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة هنقول لكم كل أخبار النادي، فرقه الرياضية المختلفة وكمان أنشطة اللجان. وزي ما قلت يا نهواندو هنتكلم عن الفريق الأول لكرة القدم وعودة التدريبات مرة أخرى. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، هيكون تجمع الفريق في تمام 3 عصرا على أن يبدأ المران في تمام 4 مساء. طبعا كل ده استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون أمام الحرس الوطني بطل النيجر ضمن منافسات بقى الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق وإن شاء الله تكون البطولة رقم 11 للنادي الأهلي. أما عن تدريبات أمس، يعني مستر بيتسو موسيماني كالعادة كان حريص على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران ليحدثهم بقى عن الفترة المقبلة وكل التحديات اللي تواجههم. بشكل عام المران كان مبني على جزء بدني كبير، كمان اللاعبين قاموا بعمل تقسيمة بطول الملعب، وكمان كان في تدريب قوي لحراس المرمى بقيادة طبعا مستر ميشيل يانكن مدرب حراس المرمى. كمان خليني اقول لكم ان الهايلايت بتاع مران امس كان مشاركة الجنوب افريقي بيرسي تاو للمرة الاولى في جزء من المران الجماعي طبعا بعد تعافيه من الاصابة. يعني بنتمنى له كل التوفيق مع الفريق وان شاء الله يكون إضافة كبيرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. كمان شايف اللاعب حسين الشحات بشكل طبيعي مع الفريق بعد تعافيه من الإجهاد في العضلة الضمة، وكمان شارك اللاعب محمد مجدي أفشة طبعا ده كان بناء على طلب من اللاعب بشكل طبيعي مع الفريق الجامعي. كمان خليني أقول لكم بقى وأخيرا إن اللاعب محمد شريف قرر الجهاز الفني منحه راحة سلبية لمدة 3 أيام من التدريبات بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني ليلتقط بقى بعض الأنفاس ويرجع مرة تانية تدريبات الجماعية مع الفريق الأول لكرة القدم. يعني دي كانت أبرز أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا بقى نروح دلوقتي للألعاب الأخرى، والحقيقة أن اللاعبة هنا جودة بتستمر وبتواصل كتابة التاريخ. يعني توجت أمس ببطولة الجمهورية للسيدات، خليني أقول لكم أن ده موسم استثنائي للاعبة. يعني طبعا زي ما قلت توجت أمس ببطولة الجمهورية للسيدات، وعلى جانب آخر توجت ببطولتي الجمهورية تحت 17 سنة وتحت 19 سنة. يعني هي لاعبة استثنائية بكل ما تحمله من كلمة. يعني طبعا بتمنى لها كل التوفيق، والحقيقة أن كل الجماهير الأهلوية بيتنبؤوا لها بمستقبل مشرق وباهر. طبعا حابة أبارك لها مرة أخرى. خلونا بقى نروح للعبة كرة السلة، ورجال كرة السلة أمس فازوا على فريق وداد بوفريك بنتيجة 68-49. ده طبعا ضمن منافسات البطولة العربية وبالتحديد الجولة الثانية. طبعا الفريق كان واجه أيضا فريق حضرموت اليمني وقدر يفوز بنتيجة 124-69، وكده يكون النادي الأهلي متصدر المجموعة الثالثة. النهاردة الفريق هيكون عنده مباراة في تمام 5 مساء أمام الفتح السعودي. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، خصوصا أن هدف رجال كرة السلة هو التتويج بالبطولة العربية، وإن شاء الله عندنا ثقة كبيرة جدا طبعا في رجال كرة السلة وأن هم هيتوجوا بالبطولة. كمان الحقيقة أنه أمس كان مليء بالانتصارات. سيدات كرة السلة قدروا يفوزوا على فريق الشمس بنتيجة 74-37 في منافسات بطولة منطقة القاهرة. يعني يمكن في البداية كان نهاية الشوط الأول بالتعادل 18-18، لكن سيدات كرة السلة قدروا الحقيقة يسيطروا على المباراة، ينهوا الشوط الثاني بنتيجة 32-26، والشوط الثالث بنتيجة 53-37، والشوط الرابع والأخير بنتيجة 74-37. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله يكملوا في البطولة بنفس الروح اللي شفناها امبارح والاداء الكبير. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضية. خلوني كمان انقل لكم اخبار انشطة اللجان. لجنة ذوي الهمم طبعا تحت اشراف اللجنة العليا للجان بالتعاون مع الادارة التنفيذية بتعلن عن تنظيم ورشة فنية لتنمية القدرات والمهارات اليدوية. الورشة هتكون هنا بمقر النادي الاهلي
الاهلي بالجزيره يوم الجمعه القادم الموافق ل 8 اكتوبر، والايفنت هيبدا في تمام الرابعه عصرا. خليني اقول لكم انه طبعا هتدير الورشه دكتور سماح احمد، هي مصمم بمجال الفنون التطبيقيه ومدرب تاهيلي لذوي الهمم. يعني طبعا هيكون يوم مميز كالعاده زي ما عودتنا كل اللجان داخل النادي الاهلي، وكل ده طبعا لخدمه الاعضاء. يعني دي كانت ابرز الاجواء من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. العوده ليكم مره اخرى يا نهاوندي وكريم. شكرا جدا على هذه التغطيه، شكرا لك يا هنا.